للتعليق على الموضوع ينضم الينا عبر سكايب من الريحانيه التركيه الخبير العسكري السوري السيد اديب العلاوي. اهلا بكم استاذ اديب الى هذه الى استوديو رافدين. بعد ما صرح من قاده ميليشيا سوريا الديمقراطيه بانهم سيعيدون المناطق التي يسيطرون عليها الى النظام، هل باتت ملامح تصفيه الثوره السوريه واضحه برايك؟ يعني حقيقة ليس انه يعني بات واضحا، هو يعني الثورة لا يمكن ان يقتلها لا النظام ولا تصريحات قوات سوريا الديمقراطية ولا غيرها. الثورة هي فكرة وموجودة اصبحت في في يعني في في داخل يعني قلب وعقل كل مواطن حر وشريف، ان كان في ترى سوريا وفي في غيرها، يعني حتى على مستوى الوطن العربي. نحن لا يمكن الثورة ان تموت، الثوره يمكن ان يتقدم النظام من خلال دعم الميليشيات الشيعيه ومن خلال دعم قوات روسيا، ولكن لا يمكن ان تنتهي الثوره، الثوره لا تموت، لا اعتقد انها ستموت. ولكن ما يحصل الان هو تقسيم الحقيقه لسوريا، هو تقسيم للمناطق كما حصل وبسيطره روسيا. سوريا الان تعاني من احتلال حقيقه مركب، احتلال من قبل يعني روسيا، واحتلال من قبل ايران، واحتلال من قبل الولايات المتحده الامريكيه ومعها بريطانيا وايطاليا وغيرها وفرنسا كما نلاحظ في المنطقه الشرقيه. نعم. وبالتالي نعاني من احتلال مركب وتقسيم لسوريا، ومن ضمن هذا التقسيم لكن الاحتلال الرئيسي هو الحقيقه لروسيا التي سيطرت على يعني القرار السياسي بالنسبه للنظام، وسيطرت على القرار العسكري، وسيطرت على الاقتصاد الحقيقه. وبالتالي ما يحصل الان نلاحظه في سوريا هو جزء من هذه العملية وجزء من عملية التقسيم أيضا التي تحصل. وما تفعله يعني قوات قسد وسوريا الديمقراطية والوفد الذي سافر باتجاه دمشق منذ أيام هو للتفاوض على الحد الأدنى من ما تطلبه أو يعني عفوا سقف المطالب الذي تطلبه قوات قسد وقوات سوريا الديمقراطية. والحقيقة هي دعني أقول هو الميليشيات الكردية والفصائل الإرهابية الكردية على رأسها البيكيكي، هذا المطلب هو مطلب كحزب هو بالاساس. بعد هذه التصرفات من قبل يعني قاده ميليشيا سوريا الديمقراطيه، برايك كيف سيكون الموقف في ادلب؟ ما الذي ينتظر ادلب في الايام القادمه؟ يا سيدي بالنسبه لي يعني كما قلنا ان سوريا يعني تقسم تقسيم، وايضا هو عباره عن تفاهمات دوليه، يعني ادلب كمنطقه يعني الان متواجد فيها حوالي 4 ملايين يعني بين اهلها وبين المهجرين المتواجدين في ادلب، فلا اعتقد ان النظام قادر على التقدم باتجاه ادلب بهذه البساطه. ولكن كون ان كل نقطه او كل قطعه وكل شبر من سوريا يباع بيع وهو يعني تحت البازار الدولي فهي عباره عن تفاهمات دوليه، وبالتالي اي تقدم يجب ان يكون ضمن هذا البازار. فاذا كان هناك تفاهمات دوليه فاعتقد انه، وانا من خلال يعني متابعتي للامور اعلم ان هناك يعني بيع لقطعه من القطع سيتقدم النظام باتجاهها وهي منطقه جسر الشهود، لكن لا يعني بذلك انه سيسيطر على ادلب كلها، لانه من المستحيل ان يستطيع السيطره على ادلب كلها، لانها يعني سيكون لها يعني عواقب وخيمه الحقيقه على الصعيد الدولي والعالمي والاقليمي ايضا. يعني هناك 4 ملايين، اذا كان المهجرين من منطقه درعا جاؤوا باتجاه ادلب ومن منطقه حلب جاؤوا باتجاه ادلب، طيب الى اين سيفر ال 4 ملايين المتواجدين؟ هنا نقطة، كيف سيكون الرد التركي على هذا الموضوع؟ ما اذا حصل هجوم على ادلب هناك 4 ملايين موجودين، رئيس الائتلاف قال بان هناك مليونين تقريبا سيقادرون الى الحدود التركية، كيف سيكون الرد التركي؟ هل ستقبل تركيا بمزيد من اللاجئين؟ لا اعتقد انها ستقبل، واعتقد ان حاله التفاهم يعني والتنسيق العالي بين روسيا وبين تركيا، لا اعتقد ان روسيا ستقوم بهذه الخطوه يعني الضاره جدا بالنسبه لتركيا على الصعيدين الاخلاقي والسياسي والعسكري. يعني لا يمكن ان تستوعب تركيا عدد كبير لاجئين اخر، ولا يمكن ان تتركهم اخلاقيا على الحدود ان يكونوا متواجدين، يعني اكثر من 120 الف كانوا متواجدين على الحدود الاردنيه، حقيقه خلقوا يعني ازمه، فما بالك اذا تواجد على الحدود التركيه ملايين، سيكون هناك ازمه حقيقه كبيره. وبالتالي
لا يمكن ان تقبل تركيا ولا يمكن ان يعني روسيا ان تبيع العلاقه التركيه بالتقدم باتجاه ادلب، ولكن انا قلت ان الموضوع ضمن بادره سياسيه، سوريا تباع بالشبر، والبازار السياسي يقول الان ان النظام ومن ورائه روسيا يمكن ان يتقدموا باتجاه منطقه جسر الشهور الان لتامين منطقه الغاب ذات الاغلبيه العلويه، يمكن التقدم باتجاه جزء من ريف حماه لتامين منطقه حماه، لكن الطلب الكبير هو لروسيا التي تحاول تامين الطريق العام الرئيسي القادم الاستراد الدولي القادم من الصيد للوصول الى حلب ومن ثم الى غاز عين تاب، وتامين الطريق الدولي الاخر الخارج من حلب باتجاه اللاذقيه على طرفي الطريق حسب المعلومات الوارده لنا والتي نتابعها، لانه سيكون الحقيقه يعني الطريقين الدوليين طريق حلب اللاذقيه وطريق نصيب دمشق وباتجاه حلب غاز عين تاب، هذين الطريقين سيكونون باتجاه بالحمايه التركيه الروسيه الايرانيه في دوريات مشتركه ونقاط مراقبه مشتركه من قبل الجانبين على يمين الطريق يمينا ويسارا بمسافه 10 كيلو. الاستاذ اديب العلاوي الخبير العسكري السوري كنت معنا عبر سكايب، شكرا جزيلا لك.